حاجة انت بتشربها يوميا ممكن تجيب لك سرطان. وعدد خلايا جسم الانسان اكتر من 100 بليون خلية. الخلايا دي ممكن تتحول في اي لحظة من خلايا سليمة الى خلايا سرطانية، وده بيكون بسبب حدوث خلل بسيط في الحمض النووي، وده بيكون نتيجة التعرض للاشعاع والمواد الكيميائية في مادة بقى اسمها البنزوبيرين. والمادة دي بتتكون اثناء الحرائق، والمادة دي لما بتخش جسمك بتلزق في الحمض النووي بتاعك، والمادة دي بتغير خلايا جسمك لما انت بتطول في التدخين. والخطر الحقيقي مش هنا، ولكن الخطر الحقيقي هي لما توصل لخلاياك الداخلية مسؤولة عن نموك، وبالتالي بتنمو الخلايا السرطانية اللي بتتكاثر بشكل سريع جدا. وانت لو حظك حلو والخلايا السرطانية ديت تكاثرت في مكان واحد، ده يبقى اسمه ورم حميد، وتقدر ان انت تشيله بعملية جراحية. والخلايا السرطانية ديت لو هي تكاثرت في جسمك هيبقى عندك حاجة اسمها الورم الخبيث. ولو انت لسه بتدخن لحد دلوقتي فانصحك ان انت تسيب التدخين خالص. اغرب واعجب شجرة ممكن تسمع عنها في حياتك، الشجرة دي اسمها دم الاخوين، وعمرها اكتر من 50 مليون سنة، وكانت موجودة على حوض البحر الاحمر المتوسط، ولكن دلوقتي منتشرة في جميع جزر العالم زي جزيرة قسطر اليمنية. في اسطورة بتقول ان سبب تسميتها باسم دم الاخوين ان اول ما قابيل قتل هابيل، او ما نزلت اول قطرة دم على الارض نمت الشجرة دي. الشجرة دي كان لها قيمة عالية جدا عند الديانات القديمة، يعني مثلا الفراعنة كانوا بيعتبروها شجرة مقدسة، وتم التأكد من الكلام ده من خلال النقوش اللي على الحيطة. والشجرة دي لها استخدامات طبية كتير جدا، والشجرة دي فيها مادة اسمها دراجو بتستخدم في علاج الجروح، وكمان بتساعد في تقوية الجهاز العصبي، وكمان المادة دي اتذكرت من الاطباء العرب، وكمان منهم ابن سينا. اما الشجره دي بقى فاسمها شجره السلطه، والشجره دي لسه مزروعه قريب في استراليا، والشجره دي فعلا سلطه لان بيطلع فيها 7 انواع من الثمار، واول ظهور ليها كان سنه 1990. انت متخيل ان النحل الكائن الوحيد اللي بيعمل غذاء للانسان والانسان يقدر ياكله، والملكه هي اهم نحله في الخليه، مهمتها الاساسيه ان هي تنتج البيض، واما ذكر النحل فشغلته الوحيده ان هو يتجوز. ياه حلوة قوي الشغلانه دي يا عم، ما تستعجلش استنى بس اسمعني للاخر. حتى لو قلت لك ان ذكر النحل بعد ما بيتجوز على طول بيموت، وده لانه بيفقد معدته. اه يا بطني، السلام عليكم. مش قلت لك عشان تبقى تسمعني للاخر؟ يلا مع السلامه. طب تعرف ان انثى الذكر ماش بتسمح للذكر انه يفضل معاها في فصل الشتاء؟ ما انت نحله تلمى صحيح. ومش كده وبس، النحله دي بتعيش اكتر من 5 سنوات. انا كنت مدمن اندومي، ولكن بعد ما بحثت عن اضراره قررت ان ابطله خالص. انا عارف ان ده اصعب قرار ممكن تاخده في حياتك. اولا الاندومي بيحتوي على سعرات حراريه عاليه جدا، ومش هتلاقي ولا بروتينات ولا فيتامينات ولا معادن، والاندومي ده فيه الصوديوم. طب ازاي والجسم بيعوز الصوديوم؟ ولكن لما بتاكل منه كميات كبيره بيسبب لك مشاكل في المعده، وكمان ممكن يسبب لك حاجه اسمها سرطان المعده، كمان ممكن يسبب لك ارتفاع ضغط الدم، وكمان ممكن يسبب لك مشاكل في الكلى والنكهات والمواد الحافظه اللي فيه. اندومي ممكن تاكله عادي، ولكن انت لو كترت منه ممكن يسبب لك تلف الاعصاب، وكمان ممكن يسبب لك مرض الغدد الليفويه واضرار في الكبد ولغوشه في الرؤيه. كل ما تدور اكتر عن النحله تكتشف ان فيها حاجات غريبه جدا. انت متخيل ان النحله ممكن تبيض في اليوم الواحد اكتر من 200 بيضه، وكمان عندها القدره ان هي تنتج اكتر من 2 مليون بيضه طول حياتها، وكمان عدد النحل في الخليه الواحده بيوصل ل 60 الف نحله، وكمان نص الفواكه اللي انت بتاكلها بتكون ملقحه من حشره النحله. مش بقول لك حشره عظيمه؟ وكمان حياه النحله بيعتبر اعجاز علم عظيم، عشان كده في سوره كامله في القران اسمها سوره النحل. وخد التقيله، النحله بتقدر تعمل عمليه التلقيح من على بعد 9% و66 كيلومتر، سرعه بتوصل ل 21% و14 كيلومتر، وكمان بيقدر انه يعدي على اكتر من 50 لمس زهره في اليوم، وعلى الرغم من ان دماغه صغيره لكنه قوي جدا.